هلو، السلام عليكم. اليوم راح نستخلص الزيت العطري لأوراق الزعتر، الزعتر البري. مثل ما تشاهدون عملية الاستخلاص تمت، جلبنا 50 جرام من باودر أوراق الزعتر وتم وضعها في هذا الدورق الكبير، وتم إضافة 3.5 لتر من الماء. بعد ذلك وضعناه على الهيتر وعملية تبخير للماء مع الزيت العطري مثل ما شفنا في جهاز كليفنجر، وتم عملية التكثيف لهذه عملية التبخر. والشاهدون راح يتكثف الزيت مع الماء ويكون بشكل طبقتين. الطبقة العلوية هي عبارة عن الزيت المتكون نتيجة عملية التكثيف فرق الكثافة، الطبقة السفلية هي عبارة عن الماء اللي راح نتخلص من عنده بعد ذلك نجمعه في فيال. تحياتي.